نروح دلوقتي لمحافظة أسوان اللي بتاخد خطوات لتنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المنطاد، واللي هيكون قيمة مضافة للسياحة في أسوان، وهيتيح للسائحين التجربة دي مختلفة لمشاهدة الآثار وبانوراما نهر النيل والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية في أسوان. جربت ركبت البالون المنطاد؟ ركبته بس ما ركبتوش في أسوان قبل كده، ركبته في الأقصر وكان لطيف ومختلف. أنا كنت قلقانة وأنا داخلة أركبه، بس لا كانت الفكرة هايلة يعني، مش وكانت هجرب لطيفة برضو. قوي ومختلفة. أنا كان مش هجرب، أنا أتفرج على الصور بس. عايزة أقولك إن فعلا كلامك يعني بالفعل تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالإضافة لممثلي بعض الشركات اللي عندهم خبرة عالمية في تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر، ودلوقتي بيتم تحديد الموقع المناسب لإقامة المطار والمسارات الخاصة بالمنطاد. خلينا نشوف التقرير. محافظة أسوان تعمل على تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر المنطاد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقاومات السياحية والعمل على زيادة الليالي ومعدلات الحركة السياحية من خلال استحداث أنماط سياحية جديدة. وجاءت أولى الخطوات في تحقيق خطة تنفيذ رحلات البالون الطائر بأسوان من خلال تشكيل لجنة مكونة من وزارات الدفاع والطيران المدني والسياحة والآثار وقيادة قطاع أسوان العسكري، بالإضافة إلى ممثلي بعض الشركات ذات الخبرات العالية في تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر. ويتم حالياً بحث المواقع المقترحة التي يتم معاينتها على الطبيعة للبدء في إقامة هذا المشروع الحيوي والهادف وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به، مع وضع أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الاشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين في هذا المجال. وتتمتع محافظة أسوان بعدد من المقومات تجعلها صاحبة فرصة كبيرة لتنفيذ البالون الطائر على أرضها، خاصة أنها من المحافظات السياحية التي تتميز بسمائها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل، وهو ما يساهم في خلق وتحقيق المزيد من الرواج السياحي للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التي تتميز بها، للعمل على الاستغلال الأمثل لها في جذب أكبر عدد من السائحين، وذلك من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذي يعد من أنماط السياحة الترفيهية التي تحتاجها المحافظة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.